هو الوسط الجديد للعاصمة الأردنية عمان العبدلي، وجهة مميزة للأعمال والراغبين في السكن، السياحة، التجارة والترفيه، الأمر الذي سيعزز مكانة عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية ويضعها في مرتبة مع المراكز العالمية المعروفة. هذا المشروع الضخم الذي يمتد على مساحة مبنية تصل إلى 1,800,000 متر مربع سيشهد الأربعاء المقبل افتتاح المرحلة الأولى منه، والتي تشمل مشروع البولفارد. البولفارد متعدد الاستخدامات ويحتل موقعا استراتيجيا في العبدلي، حيث يتميز بجادة مشاة رئيسية يبلغ طولها 370 مترا بعرض 21 مترا، يحيط بها 12 بناية متوسطة الارتفاع تضم مجموعة واسعة من العلامات التجارية والمطاعم، وهي تجربة تسوق غير معهودة في الأردن. مشروع العبدلي هو الوسط الجديد لمدينة عمان اللي بيأمن بيئة مميزة ومتطورة للسكن والعمل والترفيه ضمن أعلى المعايير. هذا المشروع يأتي متوجا شراكة استثنائية بين القطاع العام المتمثل بمؤسسة موارد الحكومية وشركة هورايزن التي يملكها بالكامل بهاء الدين رفيق الحريري، والشركة العقارية المتحدة الأردن المملوكة بالكامل من شركة كيبكو الكويتية. الأهمية تتضح من اللي انت شايفه حواليك. هذا المكان مثلا اللي هو العبدلي بوليفارد عبارة عن شراكة بين شركة أصولها لبنانية وشركة أخرى أصولها كويتية، والحكومة الأردنية ممثلة في مؤسسة موارد اللي أنا بتشرف وبترأس مجلس إدارتها. الخبرة اللي بملكها شركة الأفق اللي بملكها بهاء الدين الحريري الرجل المقدام، هذه الخبرة نفعتنا كثير في التصاميم، وكذلك الشركات اللبنانية اللي اشتغلت في تصاميمها والإشراف عليها. يوم الأربعاء يفتتح البولفارد رسميا تحت الرعاية الملكية السامية، على أن يفتتح للعموم يوم السبت المقبل. هو واحد من المشاريع الناجحة في الأردن والتي تحمل أيضا بصمات الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مشروع يتكامل مع نهضة اقتصادية واستثمارية تشهدها المملكة الأردنية الهاشمية. من البولفارد في قلب العبدلي، شرب العبود، تلفزيون مستقبل.